طبعا كان يقول لي ما ادري والله فجأة كذي بيوم وليلة خلصوا العالم. قلت يلا مشكور. كان ادق على راعي النظارة وكيل النظارة قلت له تعال عندك النظارة اللي حاطتها فلانة؟ كان يقول طارت. قلت يا الحين هذول ما دفعوا لي ولا فلس وطيرت لهم وضاعتهم حقتني رديت على حقي مال تويتر. زين راعي مطعم البرجر دفع فلوس تقع على فلانه نفسها تقول انا الحين هالحمره احبها انا ابيها بالسوق طارت بالسوق ايش هالسالفه المرسخه. المهم كانت تطلع وياي فكره قلت انا بنتقم من هالسالفه سالفه انتقام تويتر يعني خلصنا من تويتر شبعنا انتقام. قلت انا هذه الاشكاليه الا اني اعالجها. كان اناديهم كلهم قلت لهم احنا نبي نسوي فكره جديده هم تتبع شركه اوميديا. شنو الفكره يا عبد الوهاب؟ قلت يبقى كل هذا انا اشتري لكم اياه مجاني اشتغلوا بعد. اكو بنت ولا مره تقول لها مكياجك وشغلك وهذا ببلاش وتقول لك لا؟ طبعا لا. زين شلون ايش بتسوي؟ كان يقول لي قبل انا بسوي لي محل سري. المحل السري هذا ما حد يدش الا انتم برايفت بمكان ناخذ لنا دور ونحطه. قالوا زين بتروحون انتم تتسوقون داخل هذا المحل. المحل محلي بس ممنوع احد يدشه الا اللي هم المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا قبل اكمل الفكره انا عندي مشكلتين. المشكله الاولى ان شباب الكويت تاثيرهم وقوتهم تجاوزت حدود الدوله. يعني اول كم سنه كنا ندخل فلوس لان ربعنا ياثرون على الكويتيين. بعدين ربعنا طافوا ما شاء الله شلعوا قاموا ياثرون على الخليج كله. وما في مؤثرين ترى وايد قوايا بدول الخليج. هم تروح قطر مثلا تقول منو اقوى المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي؟ عطني 10 9 كويتيين. تروح السعوديه عطني اقوى 15 12 كويتيين. فصار فيني هم انه في عندي لخبطه ثانيه صارت عندي داخل الشركه ان كنا انا الله عطاني بيرنف يطلع لي 1000 برميل باليوم ابيع 100 وقت 900 بحر لان 90% من متابعين مؤثرين الكويت هم خليجيين. واحنا ما قاعد نبيع اعلانات الا على السوق الكويتي. فصارت عندي مشكلتين. قلت لازم احنا نبتكر فكره جديده زين تاليف كويتي بحت يعني ما لان هذه الحادثه ما تصير الا بالكويت. تاليف كويتي بحت ابتكار جديد. فقلنا لهم تعالوا وقعنا وياهم كلهم 50 بنيه. قلت لهم شوفوا انتم اليوم بدل لا تروحين السوق تشترين احتياجاتك كمرأة في هذا المحل السري تدشين بروحك تشترين اللي تبين. حلو الكلام سوينا يوم يتسوقون. الحين الرد لما يتسوقون انا شو اسوي؟ ارد على الوكيل هذا اللي بعنا كل نظاراته ما استفدنا منه شيء. اشتري منه النظاره اللي اختارتها فلانه قبل لا تلبسها حق مطعم البرجر. لفينا عكسنا معادله الاعلان. فنعيد السيناريو يعني جت هذه البنت اختارت منتجاتها صرت ادري قبل لا تروح المطعم عقب باكر شنو راح تلبس وشنو راح تحط خلاص لان محلي هو السورس. قبلها بيوم ادق على الوكيل اقول له كم حبه عندك في المخزن؟ 50 اشتروا بشتريهم منك ودهم مخازني. فقمت اسحب السوق قبل لا يصير في ديماند. طبعا اول ايام الوكيل يقول هذا ايش فيه احنا من شهر نبيع حبه هذا جاي يشتري 50 طقه واحده وما يدري ان احنا عاكسين المعادله. بعدين اكتشفوا اللعبه. المهم نعيد السيناريو والقصه نفسها. شرينا كل المنتجات اللي راح تلبسها هذه البنت لما تروح حق راعي مطعم البرجر الفقير المسكين اللي ما بعنا له شيء. راحت الحين البنت مره ثانيه تكلمت عن مطعم البرجر وقالت اللي يبي يسالني عن اي شيء خاص بمستخدماتي في لينك فوق دشوا واخذوا اللي تبون فوق بالبروفايل في لينك الطقه تفتح لك صفحه. هذه الصفحه شنو فيها؟ فيها المنتجات اللي هي لابستها في مطعم البرجر وتشتريهم دايركتلي. هذا باختصار الفكرة. 10,000 طلبية في 90 يوم.
على دولة مثل الكويت في سوق دوت كوم اللي هو الرائد في المنطقة ما جاب هذه الأرقام في أول 90 يوم. أمازون دوت كوم باع في أول 90 يوم، طبعا هو كان أمازون طبعا مع فارق التوقيت الزمني ووعي الناس، ولكن أمازون دوت كوم يبيع على أمريكا كلها، باع 200,000 دولار في أول كوارتر. إحنا بعنا 1,000,000 دولار في أول كوارتر وأعلنا عنها بسابقة غير مسبوقة. إن فكرة كويتية، مو المستثمر، الفكرة اللي خلينا نسولف عنها مو إن هي مستثمر كويتي قط فلوس، ولا إن بس مجرد فكرة، بس هي مبنية على طاقات كويتية. الكونسبت هذا تأخذه توديه قطر يفشل، توديه الإمارات يفشل، توديه السعودية يفشل، توديه أمريكا يفشل، تحطه في الكويت يكسر الدنيا. انطلقنا من طاقات وتأثير شبابنا في الجانب النسائي، في إن شلون هم يأثرون على دول الخليج. فتحنا قطر هنا الآن طبعاً قبل شهر، يعني اتصال من فيدكس. فيدكس هي أقوى شركات النقل على مستوى العالم، معروفة. فجأة دش علي مكتبي في بوتيكات ولا يقولوا لي ترى الريجنال مانجر مال فيدكس، مو الشرق الأوسط، اللي فوق مال المينا شمال أفريقيا والشرق الأوسط بيزور. قلت يزورني أنا؟ قال بيزورك. يعني المكتب قال لي احنا نعرف الكويت تسحب من برا لداخل، انتو تشترون من برا وتصرفون عندكم، الفلوس دائما تطلع منكم في سابقة غير معهودة. نشوف فجأة انقلبت هذه العملية، قمنا نشوف اوردرات تطلع بشكل رهيب لبرا الكويت. فقلنا نبي نسوي البحث عن هذا الموضوع. ايضا كلمونا جماعة أرمكس قالوا إحنا الآن بنضخ فلوس في السعودية، لأن قلناهم شهر 4 في السعودية راح نفتح. قال بنضخ استثمارات أرمكس أرمكس يعني مليار تقييمها على مستوى العالم، مليار على مستوى العالم. يقول إحنا الآن اليوم الصبح كان عندي هو مدير العام، قال بنضخ استثمارات داخل السعودية علشان بوتيكات، لأنه ما كان في الحسبة. لوريال من أقوى الماركات يعني على مستوى الشرق الأوسط، دش علينا مفاجأة في مقرنا. ليش دش مفاجأة؟ لأنه شك بالعملية، قال يمكن هذا شيء ورقي مو حقيقي، لأنه هم يحطون تارجت، يعني وكيل الكويت عنده تارجت تبيع مثلا بالشهر مثلا خلينا نقول 10,000 دينار، فجأة تطلب مني كمية 10 أضعاف اللي التارجت مالك، واشوف مبيعاتك فوق واقول وين المحل، وتقول ماكو محل اونلاين، درعم عليه لا تاخذ موعد. ودرعمون علينا البلايا الشقر، ما شاء الله كل واحد فيهم هو ريال يمكن 10,000 دينار لبسه بس، وهو يمشي من حزام وجوتيه وساعته وشغله. وايضا كان يعني مبهرم في الارقام اللي حققناها. هذه الارقام في سرعة قياسية، يعني مو ارقام عبد الوهاب، هذه مو لان عبد الوهاب الموضوع او ان فلوس انقطعت. هي مبنية على ان الكويت هي عاصمة الخليج من عمر الدنيا. لما نسأل نقول والله منو نجوم الخليج في السبعينات، راح ترجع على نفس القائمة وتلقى 90% منهم كويتيين. من ضمن المحاور اللي مطروحة العوائق اللي تواجه المشاريع الصغيرة، ومع الأسف كل ندواتنا تتكلم عن العوائق اللي موجودة في الكويت والمشاكل اللي تسببها حكومة الكويت، بس نادر جدا ما في أحد ركز على مكامن القوة اللي موجودة فينا كدولة. الكويت والشعب الكويتي يملك قدرة على التأثير في كل دول الخليج. أكبر دليل كلام خويرة كان الفضالة بالمطاعم، واليوم احنا نكملها، نكمل الجانب الاخر. مطاعم ما لها علاقه بفاشن وميك اب والامور هذه والنظارات والاكسسوارات،
ومع ذلك تلقاننا نوصل إلى نفس النتيجة، نوصل إلى نفس النتيجة في أي قطاع. فأنا النقطة اللي ودي أوصلها للشباب وأختم كلامي معاها، أن الكويت فيها مكان من قوة خارقة. لا نسولف عن المعوقات، في مكان من قوة. أنا من المكان من القوة اللي شفتها تأثير شباب الكويت في مواقع التواصل الاجتماعي على دول الخليج، واستثمرت فيها. نملك قدرة على التأثير عليهم، ركز عليها. ورحنا باتجاه الأونلاين، ليش؟ عندي طريقة، يا أطلع بتويتر أتحطم على الشؤون وعلى البلدية والتجارة وما أدري شنو، ولنا قصص طويلة معهم، مش حكا أول راسي معهم، خلهم على حالهم. أفتح أونلاين بزنس، ما في واحد من البلدية يقدر يدش علي، ولا في واحد من الشؤون يقدر يدش علي، ولا حد. خلهم على حالهم، عندهم ما تصلحوا، عايزنا وإحنا نتحجم. فأنتوا يا شباب الكويت لا تنظرونهم على موضوع بلدية وشؤونها، لا، يبقى تركي ولي أفتح أونلاين بزنس، ما حد بحاجي، وشوف مكان من القوة في بلدك شنو، واستثمر فيها بشرط إن هذه الفكرة ما حد سواها قبلك. باختصار شديد هذه هي معادلة النجاح اللي أنا مؤمن فيها: أونلاين بزنس، مكان من قوة، وإعلام وقوة إلكترونية. تنتهي ما راح تنتهي فيك الأمر في نجاحات اقتصادية ومالية وإلى آخره، وبدون عوائق حكومية، بدون عوائق ولا لي شغل أنا بمشاكل الدولة واللي تنطلع بشكل والله تشكل. أنا أونلاين بزنس أبي أفتح دولة، ترى المشاكل الحكومية مو بس بالكويت، ترى كل دولة خليجية لو إحنا بنفتح فرع في كل دولة ترى قبل منا يمكن بعض الدول. ها نعم، وشخطة قلم ويا أرامكس، أنا أعطيك المنتج أنت روح وصله، تصرف أنت والحكومات اللي هناك، ما لي شغل فيهم. فهو حول الإيزي وين، مو دائما ترى الطريق مو يعني مو قوة إن أنا أروح الطريق الصعب وتعدى، لا مو لازم كل مرة يعني نعيد نفس ال، لا وين الإيزي، وين ملعب الرأسي، وين الطريق السهل، وراء الطريق السهل أروح وابتكر فيه وكمل الطريق. شكرا. أبي أفتح باب الأسئلة حق اللي حاب يسأل أول يعني. في الإنستغرام التفاعل مع يأثر على متخذ القرار، بمعنى لما أنا مثلا ينزل لي بوست برجر، هذه البنت راحت ونزلت تكلمت عن البرجر، كان شنو النقاش قبل؟ كان شنو النقاش؟ دائما يكون يدش في جدل، يدش في جدل على موضوع البرودكت اللي موجودة من وين حصلتيها كذا إلى آخره، فيضيع النقاش عن جدوى البوست نفسه. لما دخل بوتيكات على الخط وصار في بلاتفورم، فما صار في ناس تكتب كومنت والله من وين، شلون، وين احصله، لا اروح هنا، لا اروح هناك، هذا يضيع المحتوى. وانا ملاحظ شغله، اول 5 تعليقات 6 تعليقات بالبوست تسحب الباقي. انت قصدي يعني اذا مثلا اول كومنت من وين هذه، شلون احصلها، من وين اروح، فالباقي كله خلاص يجر نفسه على نفس الموضوع. لكن لما نقتل هذا النقاش بحل سهل، نطق دقمه، ليش اكتب كومنت؟ اطق دقمه وتسوي تبينها طق دقمه وروح هنا، لا تعوري راسي هني بالكومنتات. زين، فشنو تصير التعليقات؟ شنو تصير التعليقات؟ جربته، اي والله خوش مطعم، لا يبدي تبدي النتائج ترتفع عند راعي مطعم البرجر. فصار من استفاد، انا قدام مطعم البرجر بيابوي لاني يمكن بعت صمون قبل ما تقدر ابيع له صمون، راعي برجر استفاد، واستفدت من صوب ثاني من مبيعاتي، وهي استفادت. اول شيء صار متوفر عندها المنتجات اللي هي تبيها، بمعنى موجود عندي ما تروح السوق عندي. رقم 2 قامت تستفيد دبل، لان من المبيعات لها نسبه هي مو ببلاش، صح؟ فقامت خلت فلوس الاعلان، خلت فلوس الاعلان وخذت النسبة مالتها. هذا الوكيل مستانس في النهاية، شبي الوكيل العمرة يبي تشيك آخر شهر في بضاعتي، بدي تحط بوست تبيعها دبنها آخر همي، هذا مستانس وأنا استانست مرتين.
لأن صار عندي إعلان وصار عندي أرباح مالت وهي استأنست مرتين وهالفقير باع صمود بس كنت بتأكد إنه هو باع صمود لا باع صمود ده مش ليش أعطي ملاحظة للأخوان أصحاب المشاريع الصغيرة إن كثير حقيقة من واقع العمل عندنا في الإدارة قاعد نشوف كثير من أصحاب الأعمال سواء أعمال تقليدية أو مشروعات صغيرة وايد قاعدين ما يعرفون القانون قاعد يطيح في عقبات ومطبات قانونية ما يدري عنها فأحيانا حوشة طبعا ربعنا عفوا بالشؤون شوي بالهيئة العامة للقوى العاملة شوي قشران رأسه يسكر ملف يوقف ملف صاحب العمل اللي عنده ومجرب يمكن يكون حاشية المبالغة على كل حال بس حبينا ننبه أن في شيء اسمه قانون العمل قانون رقم 6/2010 يهم أصحاب الأعمال يجب أن يقرأ مواد القانون عشان لا يطيق في أي مطب يعيق لأعماله وهذا قانون أو كتاب شرح قانون العمل حجم الكتاب يبين لك قانون العمل إيش كثر مشاكل أو إيش كثر أمور إيش كثر صعوبة حجم الكتاب فإحنا طبعا نبي الأمور إن شاء الله تكون سهلة بالنسبة لأصحاب الأعمال أمرت أن سؤالي وطبعا الحين كل الشباب يعرفون على موضوع كيف تختار الموقع والموقع يكلف تعرف قروات على 70-50-100 ألف مشاريع فحتى في محلات صغيرة تنباع على صدريات تنباع على 70 ألف بس ليش بحكم نشاط رئيسي فهذه عراقيل هذه قاعد تواجه أمانة كثير من الشباب ودك عنك بريك يقول لك ضيف إذا أنا عندي 70 ولا 100 ألف ويطب على 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 المحل ولا على الكونسب وراح راس باس ماني فالجو الثاني خيار ثاني هو خيار ال 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 الصندوق الوطني هو